ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنبدأ نلعب فصل جديد من لعبة ديترويت. يلا المتابعة. يا ترى هنلعب بمين المرة دي؟ انت ليه قتلته؟ ايه اللي حصل قبل ما تمسك السكينة؟ قعدت قد ايه في الصندرة؟ انت ليه ما حاولتش تهرب؟ قول حاجة، ما تعصبنيش. ده تهريج، انا همشي. انت بتضيع وقتنا باستجواب آلة مش هنطلع منه بحاجة. تقدر دايما تبقى عنيف شوية، في النهاية هو مش بني آدم. الاندرويد ما بتحسش بألم، تقدر تعطله بس، وده مش هيخليه يتكلم. المتحولين فيهم خاصية التدمير الذاتي اللي بتشتغل لو تعرضوا لمواقف صعبة. ماشي يا عم الذكي، المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هحاول استجوبه. عندنا ايه نخسره؟ اتفضل، المتهم تحت امرك. ماشي، هو كده بيقول لي المهمة اللي قدامي دلوقتي، بيقول لي إجبار على الاعتراف، يعني المفروض إن أنا إيه هجبره على الاعتراف. طيب نبدأ. أنا بص كده على الحاجات اللي موجودة في عندك هنا كده، حاجة إيه ماشي تمام. طيب هنا في حاجة تانية كده، في هنا حاجة على الكرسي طبعا عشان هنقعد، ممكن في حاجة عند المراية دي أنا مش عارف. طب تمام كده، في حاجة برضو هنا كانت صفرة اتعلم عليها. وإيه اللي بيعمله ده بالظبط؟ ماشي. طيب هنا كده في ايه تاني؟ بيقول لك هنا جمع الأدلة العاصرة على الطريقة الملائمة. ماشي، أهم حاجة إن احنا نطلع اعتراف. طيب كده مفيش الا ايه، الكرسي نقعد عليه. ماشي، هنا بيقول لي تحليل. دوس بالماوس. ماشي، طيب هنبدأ ان احنا ايه نحرك الماوس شوية كده. في حاجة هنا ايه، ادي كده حللت، طفيت سجاير تقريبا. ماشي، وهنا كده في واحدة اهي، قرب شوية. تمام، عندك هنا كده في برضو ايه دم جاف. طيب هنا برضو نشوف، في على الايد دي برضو حاجة. ماشي، علامات ضرب. تمام، جبت انا كده 3 من 5. تعال نشوف، في حاجة هنا برضه عند الودان، معالجة المصباح او حاجة مش عارف. طيب في حاجة هنا كمان. ماشي كده، الخمس أدلة وصلوا. ماشي كده، بيقول لي دوس على الاف بقى.
الوصول لأقصى ضغط للاعتراف، يعني لازم إن أنا أزود ال 35 دي لأقصى حاجة. مش هقول له خوف ولا إظهار صور، ولا أقول له إظهار صور رقم 2، لازم إن أنا أعمل له ضغط جامد. ها عرفته؟ ده كارلوس أورتيز الطعن 28 مرة، وده اتكتب على الحيطة بدمه. مش كده الضغط زاد شوية؟ طيب أنا من الجراح ولا خوف نعمل روح رقم 1؟ اكتشفت خلل كان موجود في برنامجك، وده يسبب مشاعر مضطربة جواك زي الخوف عند البشر. ماشي، تهدئة ولا طمأنة ولا تهديد؟ طبعا انا عايز ارفع الضغط بتاعه، هيبقى تهديد رقم 3. انت رافض تتكلم من ساعة ما قبضوا عليك، لو ما تعاونتش هيكتشفوا الحقيقة بالطريقة الصعبة. ده اللي انت عاوزه؟ ماشي، هنا نقول تعاطف او تهديد برضو رقم 2. واضح انك مش فاهم الوضع كويس. انت قتلت انسان، هيحولوك لخردة لو ما اتكلمتش وقلت حاجة. تعاطف، فحص الذاكرة او ثقة رقم 2. لو ما اتنين. اتكلمتش هبقى مضطر ان افحص ذاكرتك. لا لا كده ارجوك ما تعملش كده. ايه هيعملوا فيا ايه؟ هيدمروني مش كده؟ قول رقم 1. لا اعتقد هم عاوزين يفهموا بس. عارفين ان الملك بتاعك اساء معاملتك؟ دي ما كانتش غلطتك. ليه عرفتهم انك لقيتني؟ ليه ما سبتنيش هنا وخلاص؟ ماشي، اقوله رقم 2. انا متبرمج على مطاردة المتحولين اللي زيك، وانا نفذت مهمتي بنجاح. مش عاوز اموت. يبقى احكيلي. انا ما اقدرش. ماشي، اختيار طريقة تمام، ممارسة ضغط او فحص الذاكرة او ممارسة اقناع. اقول رقم 1. طعنته 28 طعنة. كنت عاوز تتأكد انه هيموت، ها؟ كنت حاسس بالغضب؟ كراهية؟ ماشي، هو رقم 1 برضو. ماشي ماشي، كل حاجة هتبقى مظبوطة وتمام. فذاكره ممارسة اقناع استسلام. اقول رقم 2. تفهم موقف تهديد. لو ما استجبتش واتكلمت وقلت ايه اللي حصل، هيفككوك ويحللوا اجزائك حتة حتة. دول هيدمروك تماما، انت فاهم؟ ماشي، هقول له 3. انا عارف انك خايف ومشتت، انت طبعا متوتر من اللي حصل. لازم تحكيلي وساعتها هتبقى احسن. ماشي، حماية، هقول له رقم 1. ترهيب، تحذير. اعترف وساعتها انا هحميك، اوعدك اني مش هسمح لحد انه يؤذيك. ده عذبني يوميا وعملت اللي امرني بيه، لكن كان دايما في حاجة غلط. وفي يوم مسك حصايا وفضل يضربني، ودي كانت اول مرة احس بالرعب. رعب انه هيدمرني، رعب انه ممكن يموتني. عشان كده خدت سكينة وطعنته في بطنه،
براحة، عشان كده فضلت اطعمه واطعمه لحد ما نهار. دم غرق الدنيا. ماشي كتابة او ماشي. عندك هنا ايه رقم تلاتة؟ ار اي تسعة. ده كان مكتوب على حيط الحمام. قول لي معناه ايه؟ بكرة يجي اليوم اللي ما نبقاش فيه عبيد لأي حد، ومش متهددين ولا مذلولين من حد. احنا هنبقى الأسياد. ماشي الكتابة رقم واحد واثنين تمثال. ماشي تعال نشوف التمثال. التمثال اللي في الحمام انت اللي عملته، كان بيرمز لإيه بالظبط؟ دي منحة، منحة علشان تنجيني. ماشي تعال نشوف التاني اتنين برضو تاني. التمثال كان هدية. لمين كانت الهدية دي؟ لأري تسعة. أري تسعة بس يقدر ينقذنا. ماشي نشوف رقم واحد اتنين. ار اي تسعة رقم اتنين. مين هو ار اي تسعة؟ ماشي كده هو ما يعرفش ار اي تسعة ده ايه. تعال نشوف الكتابة. انت ليه كتبت انا حي على الحيطة؟ بيحسسني اني ولا حاجة، اني مجرد حتة بلاستيك. اضطريت اكتب كده عشان اعرفه انه غلط. ماشي سبب العلية هنشوف. انت لسه خبيت فوق بدل ما تهرب. ما عرفتش اعمل ايه. لأول مرة في حياتي ما لقيتش حد ينصحني. كنت خايف فاستخبيت. مش كده مفيش الا واحدة. امتى ابتديت تحس بمشاعر؟ قبل كده كنت متعود اتضرب وما انطقش، لكن فهمت بعد كده ان ده ما كانش عدل. انا حسيت بالغضب والكره، وبعدين عرفت هعمل ايه. انا خلصت. ماشي كده ممكن نقوم. ماشي مغادرة الغرفة. كريس اقفله. طيب يلا بينا. سيبني في حالي، ما تنسنيش. لا انت بتهبب ايه؟ اتحرك. ماشي التدخل رقم واحد. ما تلمسوش، هيدمر نفسه لو حس بالخطر. خليك بعيد فاهم؟ مش اندرويد زيك هيقول لي اعمل ايه. ماشي رقم واحد برضو. انت مش فاهم حاجة، لو دمر نفسه مش هناخد منه اي معلومات. قلتلك اقفل بقك الف مرة. كريس انت هتحرك الغبي ده من هنا ولا لا؟ انا بحاول. مش هسمح لك تعمل كده، سيبه في حاله حالا. انا حذرتك الف مرة. كفاية كده. خليك في حالك يا هانك. انا قلت كفاية كده. أعرف انت مش هتفلت المرة دي. أعرف طبعا انا بدوس على تدخل كل مرة. كل حاجة تمام، الموضوع انتهى، محدش هيقدر يأذيك. ما تلمسوش، ما تلمسوش، خليه يخرج معاك من الأوضة ومفيش أي مشاكل هتحصل. الحقيقة جوه.
كده فتح لغز جديد. طبعا الحقيقة جوه دي احنا مش فاهمين حاجة. ماشي كده انتهت المهمة. ماشي الاستجواب ونشوف ايه مهمة جديدة.